بصبح عليك يا شاذلي وبصبح على مشاهدينا في كل مكان، وتعالوا دلوقتي نتابع مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. وهنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة، بالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة ولا تؤثر على معدل الحركة المرورية، وده لحد منطقة رمسيس، وبعدين بيكون في سيولة لحد نزلة غمرة، بعدين بتكمل معنا السيولة المرورية لحد نهاية كوبري أكتوبر. شارع رمسيس هو اللي بيشهد كثافات بسيطة وغير مؤثرة لحد دلوقتي بامتداد الشارع، وبتكمل معنا السيولة لحد طريق النصر. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية ناتجة طبعا عن بعض التحويلات بسبب أعمال ربط محور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي، لكن الاتجاه الآخر القادم من ميدان لبنان فيه سيولة مرورية. في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد هو كمان سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي بعض الكثافات عند منطقة الويلي ولغاية كوبري الساحل والأمرية كمان. أما أعلى الأوتوستراد في سيولة مرورية نسبية بتقل بعد شوية للي قادم من مناطق حلوان ومتجه للمعادي أو المقطم، أما مطلع المقطم المتجه لمحور صلاح سالم مغلق بسبب أعمال إنشائية. نكمل جولتنا ونروح لشوارع الجيزة، بالتحديد شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة 500 متر، وده بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومطكور والطلبية، وبتظهر كثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العريش لحد الطلبية. الكثافات للمتجه لكوبري الجيزة كمان المعدني، في شارع فيصل كثافات مرورية كبيرة بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل، كمان ظهرت كثافات تانية في شارع السودان ومكملة لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت فيه كثافات مرورية بتزيد طبعا في الاتجاه لجامعة القاهرة. في محافظة اسكندرية داخل المدينة هنلاقي الكثافات موجودة إنما بسيطة، وخصوصا عند شارع خالد بن الوليد في منطقة ميامي، وكمان في كثافات بسيطة في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، كمان في كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية، لكن شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، نفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي كمان بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح نتابع مدينة أسوان ونشوف الحالة المرورية هناك، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع، وهنلاحظ ان في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي هناك بيشهد يعني حواليه بعض الكثافات المرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي وكمان الطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، في كمان بعض الكثافات المرورية. كده عرفنا جولتنا المرورية النهاردة، وهناخد بالنا إن في شبورة وممكن يكون في أمطار، نلتزم بالتعليمات المرورية عشان نوصل بيوتنا أو أشغالنا بألف سلامة، ونرجع مرة تانية لشاذلي نكمل معايا باقي فقرتنا. شكرا ليكي لمي.